درعا مدينة الحراك 28/4/2013 آثار قصف الهمجي على مدينة الحراك. الإنتاج بشار الجحش. الله أكبر والعزة لله. جايينك. الله أكبر. يمكن الدار الهابية أو مسلحة. أتوقع يعني تصور أن الهابية الدار أو مسلحة الدار. عشان هيك قصفوها يعني؟ عشان هيك قصفها لأنها مسلحة بالحديد. بالبلوك بالكهرباء مسلحة بالثلاجات. تعال نرحبك يا بشار. كيف أثار الجمال؟ الحمد لله. الله أكبر والحمد لله. والله كلها رايحة طاير كل الشبابيك. يمكن اللمبات إرهابية مسلحة. كل مثل لا إله إلا الله إرهابية مسلحة حتى الطير. شوفوا الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أهم شيء ما يكون حدا صابوا شيء يعني. ما في حدا صابوا شيء. فوق فوق. الحمد لله. يمكن غرفة النوم إرهابية يا أخي أو مسلحة. ما حمضات.